الرودكاستر برو واحد من أروع أجهزة الميكسر، أو نقدر نقول من أروع أجهزة البودكاست برودكشن كونسل، اللي من كثرة المواصفات اللي فيه أمانة لاحظت أنه ما يكفيني مقطع واحد عشان أعدد كل المواصفات وقد إيش أنت ممكن تستفيد من هذا الجهاز، سواء كنت أنت تقدم بودكاست أو محتوى مرئي، أو حتى إذا أنت كنت حاب أنك أنت تطور المحتوى المرئي إلى محتوى صوتي بنفس الوقت، فهذا الجهاز راح يفيدك بطريقة أكثر مما أنت تتخيل. وبكل بساطة راح انتقل الآن للمايك هذا اللي هنا عشان تسمع كيف انك انت ممكن ترفع من جودة الصوت اللي انت تسجله. الآن انت تسمعني من جهاز الرودكاستر برو، اتوقع ملاحظ قد ايش الصوت اتغير 180 درجة. واحب اقول لك مو لازم ان انا اشغل الانترو الآن، لانه بامكاني عن طريق الجهاز الرودكاستر برو انه انا اشغل الانترو. فيلا نبدأ. أنا محمد مشعل وهذا قناة مش فوتوغرافي. هذا القناة هدفها الأساسي هو تطوير المصورين، إن كان في مجال المعدات أو حتى أساليب التصوير. فإذا أنت جديد على القناة تقدر تقرر إذا أنت كنت حاب تشترك أو لا. فاليوم أنا حاب أكلمك على واحد من أروع أجهزة الميكسر من شركة رود، اللي هو الرودكاستر برو، اللي بالنسبة لي من كثرة المواصفات الرائعة في هذا الجهاز حسيت أني راح أظلمه إذا فقط صورت مقطع واحد. عشان كذا حبيت اليوم أعطيك نظرة سريعة على الجهاز وإيش المواصفات اللي فيه وكيف أنك أنت ممكن تستفيد منه. بنفس الوقت راح يكون في سلسلة شروحات على الرودكاستر برو توضح لك كل ميزة فيه وكيف أنك أنت ممكن تستفيد منها. عشان كذا يلا بسم الله نبدأ وأعطيك النظرة السريعة بالمواصفات الخاصة بالرودكاستر برو. بداية الرودكاستر برو فيه له 4 مداخل لأربع مايكات، فبإمكانك عن طريق هذا الجهاز أنك أنت تشبك 4 مايكات بجودة عالية، وفقط بإعدادات جدا بسيطة راح تلاحظ أنه جودة صوتك صارت بطريقة جدا رائعة. فالآن أنا شغلت الجهاز وفقط شوية تعديلات في الصوت راح تلاحظ الآن لو بدأت التسجيل على الجهاز. الآن زي ما تلاحظ صوتي أتغير 180 درجة، وزي ما تلاحظ أنا الآن بإمكاني من هذا الجهاز أني أنا أتحكم بمستوى الصوت، فأقدر أنه أنا أرفعه زي ما تلاحظ وصار صوتي جدا مرتفع، أو أقدر أنه أنا أنزله زي ما تشوف شوية شوية شوية. فأنا متأكد لما نزلت الصوت أنت ما كنت تسمع إيش جالس أقول. فهذا الجهاز يعتبر واحد من أروع أجهزة الصوت اللي أنت ممكن تشوفها، أو نقدر نقول هذا كأنه استوديو متنقل. بالإضافة لهذا، هذا الجهاز فيه له 4 مداخل لأربع سماعات مختلفة، واللي بيساعدك أنك أنت تتحكم بكل سماعة ومستوى الصوت اللي يوصل لها بشكل منفصل. على الجهة اليمين من الجهاز في 8 أزرار، كل زرار موجود في هذا الجهاز يمثل أو يعبر على مؤثر صوتي. بإمكانك عن طريق البرنامج الخاص بالرودكاستر برو اللي على أجهزة الماك أو البي سي، بإمكانك أنك أنت تتحكم بكل لون لكل زر. بالإضافة إلى هذا، بإمكانك أنك أنت تخصص مؤثر صوتي أنت حابه على أي زر. فزي ما تلاحظ الآن على الجهاز، أنا حاطط الزر اللي باللون الأزرق يعبر على الانترو اللي أنا شغلها في بداية الفيديو. فلو الآن حاب أن أنا أشغل الانترو زي ما تشوف، كل اللي علي أنه أنا أضغط على الزر اللي باللون الأزرق وراح يشتغل الانترو على طول. بالإضافة للمنافذ الأربعة اللي تكلمنا عليها في البداية اللي أنت تقدر تشبك فيها المايكات، أيضا عندنا 3 قنوات صوتية ثانية. القناة الصوتية الأولى صار بإمكانك أنك أنت تشبك جوالك بالبلوتوث على الرودكاستر برو، فإذا أنت كنت تسجل بودكاست بإمكانك أنك أنت تتصل على شخص موجود في مكان ثاني وتضيفه للبودكاست وراح يكون صوته بجودة جدا عالية. والقناة الصوتية الثانية بإمكانك أنك أنت تضيف جوالك عن طريق السلك، وبنفس الطريقة تقدر أنك أنت تستفيد من منفذ البلوتوث على جهاز ثاني إذا أنت حاب تشبك جوالك على القناة الصوتية الخاصة بالجوال. بالإضافة لهذا، عندنا قناة صوتية تشبك باليو اس بي تايب سي، بإمكانك عن طريق هذه القناة أنك أنت تضيف أصوات من جهازك سواء كان البي سي أو الماك، أو إذا أنت حاب تستخدم الرودكاستر برو كجهاز تسجيل زي أنك أنت تسجل فويس أوفر، أو إذا أنت حاب تسجل دايركت على جهازك الماك أو البي سي، فبإمكانك عن طريق منفذ اليو اس بي أنك أنت تستخدمه سواء كان كإنبوت أو كأوتبوت. وطبعا بإمكانك أنك أنت تسجل كل القنوات الصوتية عن طريق منفذ المايكرو اس دي، اللي بإمكانه أنه هو يسجل كل صوت بطريقة منفصلة وبعدين تضيفها أثناء المونتاج، وهذا شيء جدا جميل أنه بإمكانه أنه هو يسجل كل قناة صوتية بشكل منفصل. طبعا أول ما أنت حاب تبدأ في تسجيل الصوت، طبعا الطريقة جدا سهلة، كل اللي عليك هو أنك أنت تضغط على الزر الخاص بكلمة ريكورد أو تسجيل، وراح يتحول لونه للون الأحمر، معناته بدأ الجهاز بتسجيل الصوت. أما إذا أنت ضغطت ثاني مرة على الجهاز فراح يتوقف
الهدف من تسجيل ملفات الصوت وبيصير لون الزر باللون الأخضر. طبعا لما تشبك مايك زي اللي أنا شابكه الرود بود مايك، الرود كاستر برو على طول راح يتعرف عليه وبيعطيه الإعدادات المناسبة الخاصة بالرود بود مايك، وزي ما تشوف في الشاشة طالع لي اسم الرود بود مايك. طبعا لو استخدمت مايكات ثانية وحاب انك انت تضبط الإعدادات طبعا بإمكانك، وتقدر انك انت تحدد هل هو دايناميك مايك أو كوندنسر مايك. في أعلى الرودكاستر برو شاشة تعمل باللمس، وهذه الشاشة راح تساعدك أنك أنت تتحكم بكل التفاصيل الخاصة بالرودكاستر برو وإعدادات المايكات. بنفس الوقت الجهاز هذا سهل الاستخدام، فبكل بساطة أول ما تشتريه بمجرد أنك أنت تشبك المايك عليه على طول راح تستوعب أنك أنت تقدر تطلع بجودة صوت جدا عالية. طبعا الأيام القادمة راح يكون في سلسلة شروحات تخص جهاز الرودكاستر برو اللي بنفس الوقت راح أساعدك فيها أنك أنت تستفيد من كامل المواصفات الخاصة بهذا الجهاز الرهيب. وبنفس الوقت إذا أنت عندك أسئلة تخص جهاز الرودكاستر برو ياريت تكتب لي إياها في خانة التعليقات، وراح أكون سعيد أنه أنا أجاوبها في الشروحات القادمة. أما إذا أنت استفدت من هذا المقطع فلا تنساني من اللايك، ولا تنسى أنك أنت تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل شيء جديد ممكن يطورك أنت كمصور. وإذا حاس أنه هذا المقطع ممكن أنه هو يفيد غيرك فياريت تشارك هذا الفيديو معه. أنا محمد مشعل، شوفكم بالفيديو الجاي.